خلينا نروح لكابتن محمد عبد الجليل المدير الفني لنادي مصر المقاصه، والحقيقه بعد ما اتكلم امبارح في قناه تن اعتقد ان هو قال هذا التصريح، والراجل يعني نيته صادقه وطيبه، يعني ما عندوش اي مشكله، هو عايز يكسب النادي الاهلي بالمناسبه. خلينا نسمع منه نشوف برضه ايه موضوع التصريح اللي قاله كابتن محمد عبد الجليل. يا كابتن محمد ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبار حضرتك ايه؟ وحشنا جدا. الله يخليك يا حبيبي، الحمد لله على السلامه ومنور. ربنا يخليك يا كابتن مصر وبرنامج المحترم. ربنا يخليك يا كابتن مصر، ودايما منور ودايما سعداء بوجودك معانا، ويعني طبعا الف مبروك. انا ما هنتكش على القياده الفنيه لفريق مصر المقاصه، تستحق واكتر ان شاء الله. الله يخليك كابتن اسلام. بص، انت لعيب كوره، اول كلمه قلتها ايه؟ ايه يا كابتن؟ انت اول كلمه دلوقتي قلت ايه؟ ايه يا كابتن؟ جيل عايز يكسب. طبعا طبعا طبعا. ايه، انت لعيب كوره، انت لما رحت الحرس يا كابتن لا انا لسه كنت قايل الموقف ده يا كابتن، ان انا موتت نفسي عشان اكسب. ده حق مشروع يا كابتن، ولكن الناس مش متعوده يا كابتن. دايما الناس معرفش ليه احنا بنخون بعض، ولازم نفهم بعض غلط، ولازم نسيء لبعض، ولازم نقعد نشتم، ولازم نقعد. يعني انا عليا حمله من امبارح يا كابتن اسلام، غريبه، ما اعرفش، انا مش هقول هم حاجه، لان انا ما عنديش حته التخوين دي. انا راجل تلقائي. انا لما بقول ان اللعيبه تحافظ على اللعيبه الثانيه يا كابتن اسلام، مش معنى كده ان انا هتهاون، مش معنى كده ان انا هسيب الماتش. انا كابتن اسلام في اي محاضره ليا، اي لعيب، انا بقول تدعي وتقرا الفاتحه ان ربنا يطلعك من الملعب سليم، وتدعي للفرقه الثانيه ان لعيبتها تطلع سليمه. ده دايما كلامي في المحاضره. تدعي لنفسك وتدعي للفريق الثاني، لان اكل عيش الكوره. انا مش هفرح بالثلاثه بونت وانا طالع واثنين ثلاثه من الفرقه الثانيه، سواء اهلي سواء زمالك سواء اسماعيلي سواء مصري. بالظبط بالظبط. يبقى رجلي متكسره ولا داخل الكيس ولا قاعد. وبعدين يا كابتن عبد الجليل انا اسف جدا، حضرتك جاي في مهمه انقاذ، محتاج كل نص نقطه، مش نقطه، كل نص نقطه. بالظبط يا كابتن. بعدين يا كابتن اسلام، اي مدير فني امله في الدوري ان يكسب اهلي وزمالك. طبعا. يعني انا يمكن صريح شويه، الناس مش متعوده على الكلام الصريح اللي بيطلع تلقائي، هم عايزين واحد يجمل الكلام، واحد يحرف الكلام. انا راجل دغري وراجل عارف ربنا وعارف انا بتعامل ازاي. انا طلعت هاجمت الترجي لما ساب الماتش للمولوديه، زعلت على الزمالك يا كابتن. انا راجل بتاع كوره، انا راجل لعيب كوره، مدرب كره قدم. اول حاجه بعلمها كابتن، ولا انا اتعلمتها في النادي الاهلي كابتن صالح الله يرحمه، الاخلاق. لعب بشرف، لعب بامانه. تفتكر ان انا لو انا بفكر ان انا اسيب ماتش الاهلي هيفرح او الزمالك هيفرح؟ معلش يا كابتن، وسؤال برضو لحضرتك، ويعني معلش يا كابتن، يعني هو انا اسف جدا، ولكن مباريات مصر المقاصه والنادي الاهلي 99%، انا اسف ان النادي ده، مش انا اسف، لكن هي دي الحقيقه، ان 99% من المباريات بالارقام، يعني جيبوها لي يا جماعه، النادي الاهلي بيكسب. يعني الغير طبيعي ان النادي الاهلي يتعادل او يهزم. حلو. فيعني ايه الجديد؟ يعني انا اسف جدا، ايه الجديد يعني؟ لا لا بالظبط. لا بص، انا راجل واقعي. انا عايز العب والعب بشرف وعايز اكسب. طبعا. وكل الناس اللي كتبت كده على قناه الاهلي، انا عايز اكسب النادي الاهلي. اي مدير فني طموحه في الدوري ان يكسب اهلي او زمالك. واكم مدربين على مدار ال 10 سنين قعدته في الدوري الممتاز لما كسب الاهلي والزمالك بدون اسامي. انا ما ينفعش اجي بقول بسم الله الرحمن الرحيم تدريب يا كابتن اسلام، واجي اقول للعيبه العب بتهاون او العب يلا سيب الماتش. طب اكلمه ازاي بعد كده؟ الناس تفكر شويه. انا لو فكرت ان انا اقول كده للعيبتي، لعيبتي هتبص ازاي؟ مظبوط. كل اللي قلته يا كابتن اسلام امبارح، ان تحافظ على زميلك، حافظ على النادي الاهلي عنده ماتش نهائي بس، انما تلعب راجل وتجيب اجوان وتعدي وتجيب اجوان وتكسر الدنيا. ده طموح مشروع. وخلي بال حضرتك، لو جمهور الاهلي في مباراه الاهلي ومصر المقاصه، المقاصه لا قدر الله يعني كسب، هتلاقي جمهور الاهلي بيحييك وبيحيي لعيبه اللي مصر المقاصه. هو جمهور الاهلي على فكره عنده بالظبط كده، بالظبط، وبيحب المجتهد ويحب حد من ولاده يظهر. انا بقول لحضرتك والله يا كابتن اسلام، انا ليا في قطاع الناشئين مواقف كتيره مع النادي الاهلي. انا كسبان، يعني انا كسبان النادي الاهلي 5 مرات رايح جاي على مدار الاربع خمس سنين. في مباراه يمكن لما تقفل معايا هتتصل بالكابتن كشري او الكابتن ناصر ماهر. في مباراه كانت من 3 سنين مع النادي الاهلي مواليد 97. وكان لسه ناصر ماهر راجع من الصليبي، اول مباراه ليه يا عيني. اقسم بالله يا كابتن اسلام،
بتوع الفيوم عملوا يافطه كبيره، لان هم عارفين قيمه ناصر ماهر هو في الناشئين ده قبل ما يصعد وقبل ما يكسر الدنيا في الاهلي وسموحه. ايوه بس انا كنت متابعه. ايوه واقسم بالله يا كابتن جمعت لعيبه المقصه وقلت لهم رقم 10 جايب عليه بالراحه، رقم 10 يمسك الكوره براحته ويهدى ومحدش يعمل عليه تاكلينج من ورا عشان ده راجع من صليبي. عارف عملنا ايه يا كابتن الماتش ده؟ كسبنا 1-0 النادي الاهلي جوه النادي الاهلي مصر المقصه. ناصر ماهر موجود عندك، مش معنى ان انا بقول له حافظ على زميلك راجع من صليبي وراجع عايز ده ان انت هتسيب الماتش. اه لا انت عليك ان ده واحد انا شايفه ان هو لعيب موهوب. ايوه ايوه يعني انا والله وجبت ناصر ماهر قلت له يا ناصر العب براحتك ما تخافش ما حدش هيخش عليك جامد. حتى الكشري كان واقف معايا كان هو المدير الفني بتاع ال 97 بالاهلي. ايوه يعني وطلعنا احنا كسبانين 1-0. انا كابتن بعلم الاولاد حته الاخلاق حته المنافسه الشريفه. ايوه هتزعل مني يا جماعه ما دي منافسه الرياضه بتجمع يا كابتن اسلام ما بتفرقش. هو ده اللي احنا بنسعى له دايما يا كابتن عبد الجليل عشان كده موجود حضرتك موجود معانا ويعني عندك مباراه انت امبارح اتعادلت اعتقد مع وادي دجله مش كده؟ مع وادي دجله 1-1. اه فيعني كابتن خالد رضا بتاع وادي دجله اتخبط فانا افتكرته يا عيني في ركبته. أيوه. وهو طالع انا فضلت ماشي معاه على الخط اقول له ركبتك قال لي لا الانف يا كابتن ودخلت اطمنت عليه بعد الماتش. ده دورنا يا كابتن هيقولوا لك انت اصلك مفوت الماتش الوادي دجله عشان يتعادل ويطلع من المكان يعني. الحقيقه كلام غريب جدا وكلام بس هو كلام ساذج يا كابتن بس انا لقيت حمله غريبه جدا من امبارح للنهارده على محمد عبد الجليل وعلى النادي الاهلي. هو في ايه؟ وعلى النادي الاهلي وعلى مدربين الاهلي وعلى عماد المحل. ايوه احمد سامي احمد سامي هيبتدي الماتش يعني احمد سامي يعني انا مش فاهم ولا الكابتن مختار قبل كده ولا كلام يا كابتن ساذج كلام يضايق ولكن انا بطلع برد بقول يا ناس في حاجه اسمها شرف. صح. معنى ان انا بقول كده انتوا مش متعودين مدير فني يطلع يقول حافظ على اللعيبه الفرقه الثانيه اكيد مش الاهلي الزمالك المصري الاسماعيلي اي فرقه واحد طالع بالتاري بيقول لك اصل وطني وعنده قوم. اه وطني اه انا راجل وطني هو راجل راجل وطني مش عيب. ايوه صح. ان احنا نعلم الناس يعني ايه مبادئ ويعني ايه اخلاق ويعني ايه شرف ويعني ايه نزاهه مش عيب يا كابتن اسلام. وفي نفس الوقت اموت نفسي عشان اكسب بس انا بقول لك في قناه الاهلي بقول لك انا عايز اكسب النادي الاهلي. الله طبعا حقك يا كابتن 100% هلعب على المكسب يا كابتن ان شاء الله بس انا بقول بلعب انما ما اذيش حد احافظ على زميلي احافظ على لعيبه الفرقه الثانيه. ايوه لعيبتي مش هتفهم يعني لعيبتي فاهمه الكلام ده انا لما دايما بقول لهم حافظ على زميلك هو فاهمين الكلام ده. ايوه اوعى تاذي حد يلعب على الكوره برجوله ادي الامانه. الناس في ناس بتحور الكلام بطريقه كابتن اسلام لا احنا عايزين نعود الناس ان المنافسه حلوه منافسه شريفه نحب بعض ما نخونش بعض ابدا. في حال انا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم في التدريب يا كابتن واجي هسيب لي دجله واسيب لي الاهلي طب انا هعمل اسم امتى؟ لا هو كلام مش منطقي الحقيقه يا كابتن ولكن وعلى فكره الناس العاقله عارفه ان الكلام ده مش منطقي ولكن احنا بنكلم مجموعة مش فاهمة قوي فبنحاول نفهمهم إن الكرة شرف قبل أي حاجة الكرة احترام وأخلاق ومبادئ قبل أي شيء آخر ما عنديش مشكلة إن أنا أكسب. طب أنت لو الفرقة الثانية تعبت ولا اتكسر فيها 2-3 أي فرقة ما أروح البيت مش مبسوطة يا كابتن طبعا نازل ليه لعيب أنا بعلم الأولاد كده شرف. دي مدرستك دي مدرسة عبد الجليل بالظبط. أنا راجل تلقائي، هما مش متعودين واحد يطلع يقول كده، وناس مدربين كتير حافظ على تصريحاتك، قلت لهم ما بحبش أجمل الكلام. أيوه أيوه حافظ على تصريحاتك، خليك دبلوماسي. ليه؟ طب ما نبتدي يعني ابدأ بنفسك. ابدأ بنفسك، قرب الناس لبعض، قرب الفرق لبعض، بلاش أيوه. عصب، بلاش غشومية، صح. بلاش بلاش بلاش، اكسب الدوري اكسبه بشرف. نافس بشرف. طب ما أنا امبارح كان ممكن أتعاطف مع ديك. طيب مش على حساب اسوان والبنك الاهلي والانتاج حرام ولا حلال ده؟ حرام وربنا عمره ما هيكرمك ولا هيكرمني ولا هيشرفني ولا هيديلي من اوسع الابواب ان شاء الله بس انا بعامل ربنا كابتن اسلام واللي اتعلمته في النادي الاهلي واللي اتعلمته في سنتين رحت الزمالك واللي اتعلمته في المقصه 13 سنه مش محمد عبد الجليل اللي يتوفى محمد عبد الجليل اللي ولا النادي الاهلي يرضى بكده ولا يبص في وشي لو انا فكرت كده. مظبوط يا كابتن بقوله حافظ على زميلك، حافظ على فريق الاهلي عنده نهائي مش عيب. الزمالك مكانه هقول لو اسماعيلي لو المصري ودايما وامبارح يا كابتن بس انت لو هتفوت لكل دول يبقى يعني صعب قوي. سلامة بقى شكرا. اه والله يا كابتن عموما انا بشكرك
انا اللي بشكرك جدا يا كابتن عبد الجليل، واتمنى لك طبعا التوفيق بعد مباراه الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله، بس انا ان شاء الله هكسبك يا كابتن يعني الاهلي اقرب ان شاء الله يا كابتن. انا بشكرك جدا. اوراق وارقام الاهلي، ولكن الكوره مدوره. انا معاك في دي 100% على فكره، انا معاك في دي 100% ان الكوره فيها كل شيء. انا من خلالك لعبت هتلعب بجد، ولعبت هتلعب قويه، ولعبت هتلعب بس بدو انهزام. طبعا ده كلامي للناس اللي ما بتعرفش لغه التحاور. شكرا يا كابتن. انا اللي بشكرك جدا يا كابتن عبد الجليل على وجودك معانا. زي ما حضراتكم شفتوا هذا هو الفكر، كابتن محمد عبد الجليل داخل قناه النادي الاهلي بيقول انا عايز اكسب الاهلي. طبيعي جدا على فكره ان هو عايز يكسب النادي الاهلي، ولكن كل التصريحات او كل الكلام اللي بيتقال على في موضوع كابتن عبد الجليل من امبارح لغايه النهارده ان هو مباراه ايه اللي هتتفوت؟ هو النادي الاهلي مستني؟ ما تخلوش بقى الواحد يتكلم كلام يعني ما ينفعش اتكلمه على الشاشه، ما ينفعش اتكلمه على الشاشه. من فضل حضراتكم خلينا نبص لما هو قادم.